نروح لخبر تاني عند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي أعلن عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي. وكشف الاتحاد الأوروبي عبر منصات التواصل الاجتماعي عن المرشحين الثلاثة للفوز بالجائزة عن الموسم الماضي. وجاء نجوم مانشستر سيتي في الصدارة، حيث دخل إيرلينغ هالاند وكيفن دي بروين، كما دخل ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان السابق في السباق. وحصل هالاند ودي بروين على لقب دوري ابطال اوروبا العام الماضي مع مانشستر سيتي، بينما خرج ميسي من دور ال 16 مع فريقه باريس سان جيرمان. كما بالنسبه لقائمه المرشحين لافضل مدرب، دخل الثلاثي سباليتي مدرب نابولي وانزاجي مدرب انتر ميلان وبيب جوارديولا مدرب السيتي المنافسه على الحصول على لقب افضل مدرب. يعني توقعاتكم بقى مين يحصل على تلك الخدمات؟